طيب تعالى اقول لكم ازاي تفطر ب 10 جنيه، يعني من 10 ل 20 جنيه، مش هتزود عن ال 20 جنيه. وانا لقيت مكان كده جامد جديد اسمه بقالي في اسكندريه عند قط الرمت، ويعني المكان صراحه كده قاعده لذيذه جدا، تاخد الساندوتش بتاعك كده وتاكله وتضربه وبتاع. وبعدين مثل المكان هنا اللي بيعمل سندوتشات شيف، فانت مش مثلا رايح محل بقاله، لا انت الحاجه بتبقى معموله كده تحت ستاندرز معينه كده، ويعني الحاجه بتبقى مظبوطه. فانا بقى جربت الحاجات الغريبه اللي عنده بالاسماء الغريبه. جربت اول حاجه بقى الميكسات، واول ميكس هنجربه هنا هو اسمه البيت برو بلس، يعني على اسم بقى موبايلات الايفون وكده. فتعالوا بقى نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، هو الساندوتش مخدوم، يعني جبنه مليان جبن، طعم التتبيله او الملح والسلسل الحاجات دي مظبوطه قوي في طعم البيت، غير بقى البسطرمه. يعني شايفين كميه البسطرمه والطعم والحاجات الجامده دي، صراحه بتاع ده طعمه عالمي. ونجرب بقى تاني حاجه في ميكس الجبنات والحاجات دي، وهو بيض مشكل جبن، وده بقى بيض وعليه كل انواع الجبنه اللي انت بتحبها، وطبعا اهم حاجه هي الموتزاريلا. تعالوا بقى نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، انا اول مره اجرب بيض بالجبنات عموما، وانا حاسس يعني حسيت كده بصدمه لاول مره وانا باكله. يعني طعم الجبنه الموتزاريلا هنا الصراحه ظبط قوي مع طعم البيض، تحس كده ان طعم البيض بقى دسم، تحس ان هو معمول بالقشطه، انا مش عارف ازاي، بس الطعم بتاعه جامد قوي. البتاع ده انا عجبني اكتر من البيت برو بلس، لان انا من هواه البيت بقى بالانواع اللحوم بقى بالبسطرمه والصدق والحاجات دي كلها، لكن البيت بالجبنه صراحه يعني في الجون. تاني ساندوتش بقى معانا في الميكسات برضه هو ساندوتش اسمه غريب، وهو كله غريب، اسمه عنتره، وده كده شكله. وانتوا يعني لو تلاحظوا هو يعني ما تقدرش تفهم ده عباره عن ايه، وانا يعني مش قادر احفظ كميه الحاجات اللي بتبقى موجوده جوه الساندوتش ده. يعني بيقول لك ان هو متكون من صدق وبسطرمه وسوسيس وموتزاريلا وكيري وشينر، اللي هو فيه يا جدعان مش للدرجه دي. تعالوا بقى ناخد منه اطلع من هذا الساندوتش السحري. بسم الله الرحمن الرحيم. بيونو، ايه ده؟ ايه ده؟ حلو قوي ده. ايه ده يا جدعان؟ الحاجه بتحلو، يعني بصوا كميه بقى اللحوم اللي جوه، يعني في صدق، في بسطرمه، في سوسيس، في جبن. البتاع ده يعني انت اول ما بتاخده كده بتحس تاخد صدمه اطعمه بروتين كده كتير مع بعضها، مش عارف، الحاجه بتحلو، يعني الحاجه مش بت يعني والله انا لساني عاجز عن التعبير. ايه ده؟ واو. ماشي بقى، اللي بعده اسمه مشكل جبن، وده عباره عن تركي وشيدر وموزاريلا. طبعا الموزاريلا هي اللي بتبقى عامله الشكل الجبن ده على الوش. تعالى بقى نجربه، يا رب يكون طعمه جامد. بسم الله. صراحه عادي، هو حلو، بس يعني مش الحاجه الانفجار الجامده بتاع قاعد. عارفين لما تبقى جعان في الليل وتجيب سندوتش وتحطه فيه شويه جبنات وتحطه في الميكرويف، هو تقريبا نفس الاحساس، بس حلو، بس يعني مش اجمد حاجه، مش ده اللي ممكن اجي يعني اختاره. فانا من المكسات طبعا هختار سندوتش عنتره. هو عنتره يعني بتاع ده فظيع يا جدعان، بتاع ده انا اكيد هاجي مخصوص عشان اجرب على العنتره ده تاني. نخش بقى على السكشن اللي بعده، هو سكشن البطاطس. ده كده شكل سندوتش البطاطس، وده يعني كميه بطاطس تعتبر كويسه، مش هم ده 800 بالر، ده مايونيز. تعالوا بقى نجربه. بسم الله. سندوتش بطاطس فارم فريز عادي، يعني ما فيهوش اي اختراعات، هو حلو وسعره برضه يعتبر كويس جدا، بس عادي يعني سندوتش بطاطس ما فيهوش اي اختراعات. نخش بقى على السكشن اللي بعده في المنيو، وهو سكشن الجبن. وانا اخترت الثلاث حاجات، اكتر ثلاث حاجات انا بحبهم، وهم المرطة والكيري والجبنه التركي المقليه. وطبعا نبدا اول حاجه بالمرطة، يعني انا تقريبا ما شفتش محل في حياتي بيقدم مرطة، بس يعني مرطة تبقى مهمه جدا ان هي تكون الكواليتي بتاعتها كويسه، طبعا من سنه فنات بتاع عشان تحس بالطعم بتاعها. عنده ارس من ده. ايه ده؟ بصوا، المرطة هنا مرطة فلاحي، يعني مرطة فلاحي معتبره، بيبقى ساعات في مرطة كده بتشتري بتبقى مالحه قوي، لا دي مرطة يعني مظبوطه كده، ملح بتاعها مظبوط، طعم السمنه البلدي ظاهر فيها، حسها يعني مرطة معتبرة جاية من البلد على بقك على طول. خش بقى على الحاجة اللي بعدها، وهي سندوتش الكيري. يعني لو كيري كيري وبالسعر ده فبرضه يعني هيبقى اكتشاف. تعالوا دوقوا. بسم الله. يعني ان شاء الله كتير كيري كيري، طبعا احلى طعم جبن ممكن تاكله في حياتك. والكيري هنا كيري حقيقية، مش يعني نوع مضروب ولا بتاع، لا دي كيري حقيقية. تعالوا جامد في جارد ستوب كده، تبقى رايح مثلا في كليتك او شغلك وبتاع، تضرب لك واحد كيري مع واحد عنتر. الساندوتش بقى اللي بعده هو ساندوتش الجبنه التركي المقليه. انا يعني الاول افتكرته جبنه مقليه عاديه، بس يعني من الواضح انها جبنه تركي مقليه. فتعالوا بقى ندوق طعمها، شوف تركي المقليه دي يعني انا اول مره اجربها، فشوف كده التركي المقليه طعمها جامد ولا لا. طعمها غريب قوي كده. تعالوا ندوقها لوحدها بس.
بس احساس غريب في البق. يعني انا باكل جمع تركي بس احساسها مقرمشه، يعني احساس غريب بس جديد بالنسبه لي وحلو، يعني احساس مختلف. بس يعني ده تقييم 7/10، يعني مش اجمد حاجه ما جربتها، يعني زي ما تقولك لسه متمسك بالحاجات الجبنه اللي جربتها من شويه. نخش بقى على سكشن البروتين، وكان عنده طبعا بروتين كتير بقى، سجق وبسطرمه ولينا. انا قلت من الحاجات دي انا جربتها، قلت اجرب اغرب حاجه عنده، اول حاجه يعني اول مره اشوف الحاجه دي، وهي اللحم المقلقل. طبعا كلنا عارفين اللحم المقلقل من فيلم اكس لارج بتاع احمد حلمي، تعالوا بقى نجرب اللحم المقلقل ده بيبقى عامل ازاي يا عادل بيه. بصوا هو يعني طعمه اقرب لطعم الكباب الحله، انا اول مره اجرب اللحم المقلقل فانا شايف طعمه بيعمل ازاي، بس ده طعمه يعني كباب حله، وكباب حله معمول حلو. هو اللحمه بس بتشد حاجه بسيطه، بس كاوفر اول يعني طعمه جميل. يعني انا تقريبا اول مره اجرب اللحم المقلقل او اول مره اجرب كباب الحله في عيش فينو، فالموضوع ده جديد ومختلف. الحاجات برضه الغريبه اللي انا شفتها في المنيو حاجه اسمها اللبن العصفور، وده بيقول لك بقى ان هو لبن من كل حاجه، يعني لبن مكثف على لبن نيدو على لبن جوين على مش عارف ايه. فتعالوا بقى نشوف لبن العصفور ده بيعمل ازاي. بسم الله، هو لبن يعني طعمه لبن، مش عارف اقول ايه، طعمه حلو لبن، يعني لبن نيدو. وبرضه من الاختراعات اللي يعني ده اختراع، يعني ده حاجه احنا بناكلها في البيت، فكنا كنا بناكلها في الشارع، دي غريبه، وهو الشعريه باللبن. طبعا ده لبن والشعريه طالعه اهي، تعالى بقى نجربها، يا رب تكون بقى مسكره عشان بحب الحاجات دي تبقى مسكره جدا. جربوا معايا، بسم الله. اوه ايه ده؟ ايه تقريبا؟ تحس ان هو اللبن معمول بالايس كريم او بالفانيليا، طعمها مختلف وجديد. هي مش شبه بتاعت البيت، يعني هي مختلفه عن بتاعت البيت شويه، بس طعمها مختلف وجامد، يعني عجبتني قوي. خش بقى على اخر سيكشن معانا، هو سيكشن الحلويات، وانا اخترت يعني حاجتين غراب جدا وبعيد عن بعض خالص، وهو يعني السمنه بالعسل. يمكن ناس ياما يكون ما بيحبوش السمنه بالعسل وشايفينها حاجه مسكره زياده عن اللزوم، او يعني حاجه هتجيب لك اوفر دوز كوليسترول في دمك، بس انا بحب جدا السمنه بالسكر. اول مره برضه اجربها بالعسل، والمره دي ده تقريبا ده عسل ابيض اكيد، يعني عسل نحل. فتعالوا ندوقه، بسم الله. بصوا يا سامر مش فلاح، بس طعم العسل حلو، يعني هو العسل اول مره لاحظ ان هو ممكن يكون السمنه حلوه بالعسل، يعني العسل ظبط قوي طعم السمنه، لو كانت السمنه فلاح شويه هتبقى احلى، بس بالنسبه لسعره اكيد يعني مش محدود سمنه فلاح، يعني هيبقى فتنه. واخر حاجه بقى هنجربها هي عليه العوض، وهو عليه العوض فعلا، لان ده اوريو وكريمه ونوتيلا. يعني بصوا يعني مش عارف ازاي كل ده حاجه معموله في سندوتش، بعدين سامر اللي هو يا جدعان تقريبا ده ب 15 جنيه، اللي هو ازاي كل ده ب 15 جنيه مش عارف، تعالى بقى ندوقه، بسم الله. هو طعم الاوريو ضاغي، وطبعا الاوريو حاجه عظيمه كل الناس بتحبها، ودي نوتيلا حقيقيه، دي برده حاجه عجبتني. طعم الكريمه مش واضح قوي، يمكن علشان بيبقى الاوريو فيه كريمه فده الطعم بتاعها، بس كاوفر اول السندوتش برده ده ايه ده؟ السندوتش ده برده عالمي في حته ثانيه. وبس بقى دي كانت كل السندوتشات الفطار اللي انا جربتها في الفيديو بتاع النهارده الصراحه، يعني تجربه جديده، تجربه جامده، وتجربه انا هكررها ثاني، يعني اسعار كويسه وال يعني كواليتي او الجوده بتاعتهم كويسه قوي، فبتاع ده جامد كده. ادور مره ثانيه، طبعا سوشيال لايك وشير وسبسكرايب والفولو، لو في مطاعم جامده ثانيه قول لنا عليها في الكومنتات عشان نجربها الفيديو الجاي. الفيديو الجاي سلام.